بدك قطط لسه؟ بدك قطط قلت ليش؟ هبه 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 يلا. واو نحلى القطة، لو عندي زيها بس بطعميها وبشربها وكمان بحممها، ويا ريت عندي زيها والله. بدي احكي لماما انا اجيب لي قطه على الدار عشان اطعميها واشربها وتنام معايا واضلني احضنها وحممها، وبحب انا كتير القطط. ونزل القطه كتبت القطه عليها وخليت بدي احكي لماما تجيب لي قطه وتنزل لي لعبه القطه. ماما ماما ايش في يا جود؟ مالك؟ جيبي لي قطة زيها. ايش يا حبيبي؟ قطة؟ انا عقد ممنوع القطط من زمان في البيت يا جود. ليش القطط ان شاء الله؟ يا ماما بس انت شوف ما شفتيش الفيديو. بديش اشوف، عارفاهم عارفاهم. بحبش القطط يا جود، وانا حكيت مليون مرة ممنوع القطط تدخل بيتنا. مش كويسين يا ماما القطط، مش كويسين. والله يا ماما انا بحب القطة، بس انت خليني العب مع القطة واشتري لي زيها عشان انا بحب القطط كتير. ليش انت بتشتريش اياها؟ يا جود ضلكش تقولي بحبها ونفسي فيها ومش عارف شو. انا كمان احكي لك ممنوع هذا الاشي في البيت. شو يا ماما هذا بتزعق انت وجود؟ بدي قطة. شوفي اخوكي مش راضي اجيب له قطة. يا ماما مش يعني ما اجيب له قطة. ايش يا حبيبتي، انا مش حكيت ممنوع قطط في الدار، وانت كمان زي اخوكي بدك تعملي لي قصاص؟ طلع عندك شوف القطة. والله مو قطط حلوين. اول شيء القطط مش كويسين ومش ينضاف وبيبهدلوا البيت وممكن يسبب لكم امراض وممكن يخربشوكم كمان ويعملوا قصاص، فانا مش ناقصني هاي الاشياء. هذول ماما قطط تعني الشوارع مش القطط اللي نشتريها. لا الشوارع ولا البيوت، روحوا انت تلم من وشي وادرسوا يلا. ولا اقول لكم انا بدي اروح من وجهكم، بدي اروح اشوف لي شغله اعملها. والله القطة حلوة، طلع كيف بحموها. ما عارفة ان القطة حلوة. معلش يا جود خلاص عندي، انت روح اقنع ماما. طيب. والان اروح اقنعها. انت روح. بدي احكي لها ماما جيب لها جود. خذي شو. لا خلي الجوال معك وانت روح اقعد، انا بدي احكي لها اروح اقنعها اجيب لك قطة. طيب ونلعب فيها. لا انا بديش العب، بس انت لحالك. طيب يلا يلا. بس روح ما تعملش دوشة. طيب. هني جاية. ماما بدي احكي معك بموضوع. ايش انت بتاني انت ومواضيعك انت واخوك؟ جعتوا لي راسي، شو موضوعك؟ خلصي. يا ماما ليش هيك بتعملي مع جود؟ جيبي له قطه وش يعني؟ انت برضه جايه تحكي لي على القطه يا غزال؟ انا مش حكيت ممنوع القطط في البيت وانت عارفه؟ يا ماما في قطط هن بنشتريهم لهم اكل خاص وكل شيء لهم خاص، عادي يا ماما، هذول القطط ما بتربى ومش مش شوارع. انا ما اقتنعش في هذا الاشي، انا بسمع قصة قطة يعني ممنوعة في البيوت، والناس اللي عندها قطط هذه ناس صار كيف بقى مش متعودة انا على هذا الاشي. يما انا جاي اقنعك عشان جود شايفاه زعلان، وش يعني ما هي كل الناس بتربي قطط، وش يعني احنا اجت علينا يعني؟ يما جيبي قطة لجود. بدل ماما هو جود زعلان وقاعد هيك. ايش يعني جود زعلان؟ ما يزعل ولا يتنير، يعني يزعل عشان اجيب له قطة، وانت قاعدك تزعلي عشان اجيب لك قطة؟ روحي وشي يا غزل يلا، حكيت الكلام هذا مرفوض انا عندي في البيت. وممنوع القطط صح ولا لا؟ وما تجيش تاني مرة تقطعي. لا روح ادرسي انت واخوك لامتحانك احسنك من القطط هذه، قولي ادرس ودرسي معك عشان انا مش فاضي. يلا روحي. القطط الله عليك يا ماما. ناقصني قطط انا في البيت؟ مش فاهم من وين طالع لي بهاي القصة. انا لازم امنع من الجوال، اكيد من الجوال شايف لي القطط هذه. ناقصني انا. غزال ماما 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 الرياض اكيد فوت اكيد فوت اكيد 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 ماما فوت. احكي احكي يا غزال يلا. لا يا جد ماما رجعت تشوف لاني رحت اقنعتها وحكيت لها جد زعلانه يا ماما جيبي له ومش راضيه. مش راضيه والله نفسي فوت. خلاص يا جد تزعلش، انا هحاول اقنعها كمان مره واشوف الموضوع هذا. خلاص انا بدي معلش يا جود انا راح اقنعها كمان شويه، بس تهدى بروح اقنعها مع اني انت عارف امك مش عارفه ايش احكي لك عنها. خلص يا جود تزعلش قوم، حكيت لك بقى اشوف الموضوع انا او بقى راح اقنعها كمان مره. يا جود خلص قوم جود خلص خلص خليك يا جود، انا هاني رايحه ادرس. يا الله مش عارفة انا ايش بدي اعمل هذا لجود، نفسه في القطة وماما مش راضية تجيب له القطة.
هو كمان صغير يعني ما شافش القطة، بيشوفها بس على الجوالات. شوفها بس لو انه على الحقيقة، بديش اجيب له اياها بس لو يشوفها على الحقيقة. ايه والله هذا بنت جيراننا صاحبتي حكت لي امها بدها تجيب لهم قطة، شي صار جابت لهم ولا لا؟ تروح علينا عليها اشوف اذا جابت لهم قطة ولا لا. اذا جابت لهم بدي اخذ جود وخليه يشوف القطة اللي عندهم. يا منا كيف حالك يا منا؟ بس كنت بدي احكي لك، درست اليوم للامتحان تبع بكره. طب منيح. طب كنت بدي احكي لك اشي. طيب ماشي، انت حكيتي لي امك حكت لكم تجيب لكم قطه. جابت لكم. طب بدي احكي لك اشي بس. ماشي. طيب هذا اخويا بدي نفسه في القطه، ما مش راضيه تجيب له، فممكن اجيبه عندكم وشوف القطه تلعبه يلعب معها. طيب خلاص بقى اجيبه، بس ماما تطلع بقى اجيبه. بس انتوا بتلعبوا معها والقطه يعني بتخرب بشكوش. طيب خلاص كويس، خلاص يلا سلام. بس ماما عن تطلع بقى اجيب اخويا وبيجي بيلعب في القطه. يلا سلام حبيبتي، بشوفك بكره في المدرسه. هي والله هي امهم جايبالهم قطه، وانا بدي اروح افرجح جود واحكي له، بس ما يحكيش لماما عشان ما تعرفش، عشان هدي ماما بصرمله بتحبش القطط. هني راح افرح جود. جود جود قوم اصحى اصحى يا جود، قوم في خبر حلو يا جود. جود قوم يا جود، قوم قوم بدي احكي لك اشي. يا غزل انا متضايق، بدي اتكلم عادة ابعد عني بدي انام. بس قوم في خبر حلو بدي احكي لك اياه. قوم 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 في خبر حلو. صح انت نفسك في القطة؟ ما بال ما ماما تقتنع اقنعها تجيب لك القطة. شايف هذول جيراننا اللي تحتينا؟ ايه ماما حكتهم بدها تجيب لهم قطة. ما جابت لهم قبل، جابت لهم. بس عمالك كلمتها صاحبتي منا هذه اللي قدي. المهم بس ماما تطلع بداخلك تلعب مع القطة. عن جد غزال؟ والله انا بحب القطط كثير وبموت فيهم، من زمان ما شفتهم ولا عمري شفتهم كمان. بدي انا القطة. وين هالقطة؟ وين هالقطة؟ بسرعة بسرعة يلا نروح لها. يلا يلا يا غزال يلا. وين؟ لا يا جوز خليك عينها بس تطلع، ماما باخذك نلعب. بتلعب انت في مع القطة وانا بقعد اتحدد مع صاحبتي قبل ما تتعب في القطة. طيب يا غزال، وعد انك توديني هناك، انا بحب القطة كتير. طيب جد وعد، بس عندها بس ماما تطلع بودك. يلا نروح ندرس للامتحان عشان بكرة علينا امتحان. انا مش في مدرستك، بكرة ما عليش امتحان. انا عارفة انك مش في مدرستي، بس عليك ككذاب امتحان. ما عليش. ماما حكت لي روحي درسي. يلا روح جيب كتبك. عم روح اجيب كتبه. والله انا نفسي في القطه من زمان، بدي اقعد قبل ما تجيب لي هذه القطه. لا قبل ما تجيب لي الكتب. يلا يا جود صحصح معايا. 2 زائد 2 يا جود 4. شاطر. كمان 5 زائد 3. ايش يا ولاد؟ ايش يا غزل، درستي اخوكي ولا لا يا ماما؟ اي ماما انت بدرسي. وكيف، كويس ولا لا؟ اي ماما بس بده شد شوي. طيب شدي حيلك ودرسي منيح. طب اسمع، درستي انت امتحانك؟ اي ماما درستي. ماما شد وحبل ولا شد وبطيخ؟ هذا الدرس عم درسي على اخوكي يا غزل. مش عارفه ما درسي، صار صعب درسه. طب اسمع رياضيات. انا هلا يا ماما جارتي هذه اللي فوق ساكنه عندنا، هذه من محمد ابنها عيان، وبدي اروح ازورها شويه. حرام تجينا المره كويسه بالدرس يا اخوكي كويس، وانت بتدرسي قبل ما ارجع بدي اسمع عندكم. طيب بس بدي اروح هيك 10 دقائق ربع ساعه عشان ابن عيان المره. ماشي يلا بتدرسي جد كويس وبتفتح مخك مع غزل. يلا يا جود. 3 زائد 3. غزال انت مش وعدتيني نروح عند صاحبتك ونشوف القط ونلعب معاها. يلا نروح حين ماما راحت، مش وعدتيني؟ صحيح. خلص يلا نروح، بس بدي احكي لك ليش انا متاخر فينا. يلا نروح. باخرش فيك، بدنا نروح على السريع يمكن 10 دقائق ونرجع تاني عشان ماما ما بتطولش عند جارتنا اللي فوق. طيب. ماشي يلا امشي على السريع لما ماما تيجي. شدي خلص بدي اخذك. يلا امشي. يلا.
يلا خلاص. لك لسه تعمل. عندها ماما اجت يجوجو وما لقيناش في الدار. روحي انت، انا بضل ضلني مياو. انا يا جود اذا طلعت وماما سالتني عنها يغمجوا رح احكي لها وينها. طيب روحي. ماليش دعوه اسالك شو انا هاني طالعه. روحي يلا. ايش يا غزة بتدرس يا ماما؟ ايوه ماما بدرس. ايش وين اخوكي جود؟ في الشارع يا ماما راح يلعب في الشارع. درستيه ولا لا؟ راح يلعب. ايوه درست وما شفت انا درست فيه. طب هات اسالك شوية قبل ما يجي تروحي تنادي اياه. هذه الملزمة اللي بدك تدرسي فيها. طيب ايش بدي اسالك؟ والله ما عارفة ايش بدي اسالك. درستي كويس المهم انت؟ ايوه والله تضايقت على مرت جيراننا هذه محمد ابنها ولي عيان كثير وطول الوقت بتجري فيه بالمستشفيات وحكي لها مش مطول يا حرام وبده يموت. زعلت عليها والله الله يعينها وعليها اولاد درسهم قاعده وابنها هذا عيان. كاني سمع صوت ولد بعيط؟ دايما مش سامعه. لك والله انا سامعه صوت ولد بعيط. لك وين اخوك جود هذا؟ اي ماما سمعتي؟ روحي بسرعه شوفي اخوك ايش لك وتصير له حاجه. انا قلت لك تخلوش ينزل على الشارع بسرعه شوفيه. يا ربي انا خايفه الولد هذا يكون صار له اشي ما بعرفش يقعد زي البني ادمين. شو هذا؟ ايش هذا في وشه يا بنيه؟ ما بعرفش ماما. طلع علي شو هذا في وجهك؟ جود شو هذا في وجهك؟ وين كنت؟ شو تقولي قاعد بالشارع؟ يما تخربش المس هذا عن جيراننا. مين هذا المس الخربش هذاك؟ ايش هذا يا غزال؟ ما راح يلعب عند جيراننا في المس. يا انت راح تخوفي عند الجيران بتقولي لي يا غزال؟ يا بنت هذا اخوك لازمه دكتور وغرز يا بنت. يا تعال انا عاوز بالجوال بسرعه عشان نكلم الدكتور. يا ربي انا قلت لك ممنوع القطط. انا بكره القطط عشان هذا الاشي. بدك قطط لسه؟ تعال دكتور دايما هيك انت بتخربش في ايدك قطط لسه. يا رب صبرني. الو اي دكتور. بسرعه الحقنا الولد شكله غرز في وجهه. بسرعه يا دكتور. يلا سلام سلام. شوفي جماعه بدك قطط لسه؟ بدك قطط؟ قلت لي شوف انت شو عملت فيك ونيلتك في وجهك. شوف قادروا عند القطه انا استر استر عدي يا دكتور. خلاص اسكت لازم تاخد غرز انت على هذا في وجهك. طلع كيف؟ يا ساتر يا ساتر وين المرض؟ يا ساتر اشوف يا عمو تعال يا عمو ايش في يا عمو ايش مالك؟ يا عمو سبح حالك يا دكتور لازم يشوفك يا عمو عشان هدي هدي يا عمو. ايوه ايوه يا عمو هدي. شوف يا دكتور شوف هذا في وجهه. بسم الله بسم ثواني. انا خايفه اكون يا دكتور بده غرز. لا لا مش بس اسمك يا عمو. ايش في يا عمو كلنسه يا عمو؟ ما تخافش يا حبيبي تخافش. ثبت راسك خير. يلا سهل يا عمو ايش في؟ حبيبي يلا دخلت يا عمو. بسيطة 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 يا اختي بسيطة. طب يا دكتور هذول ايش وضعهم؟ من ايش هذا؟ وين انت عندك؟ بشع. هاي اللي بربوا قطط فضوهم. والله مش عندي. هو بده يجيب قطط مش راضي يجيب له. انت مش جيراننا هذا. ايه ضيف يا عمو استنى شوية. يلا لازم تطيب لازم تطيب له عشان ما يصيرش معك حاجة من القطة مش ناقصها. اثبت ثبت وجهك. ايوه بسم الله بسم الله. لا 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 خلص خلص يا ماما شوية. هو الدكتور بس بده يعزك نتفه خلص. هي راحت راحت بالطيب يا ماما. بس بس ايش بس انت ايش عرفك؟ اثبت يا ام ثبت حالك. شاطر يا ماما. بس 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 ارجعوا يا دكتور ارجعوا خلاص خلاص. ما انا عارفين انها بتجعوا يا اختي استني شوية. معلش قلت لك تعال روح عند القطط ولا تشوف القطط. بس استنى شوية تعال تعال. لا 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 يا عمو ثبت وجهها. يلا خلص يا ماما يلا عشان الطيب عشان الطيب. بسم الله. ايوه ثانية يا عمو كله منا. وين انت عنه؟ انا مش عارف ايش هتبقى. انا عارفه عند اخته. اخته كلها منه سايبه لي اياه. هذا الدواء يا اختي دواء بتديه واحده الصبح وواحده المساء. ماشي يا دكتور ماشي. يعني ضروري هذا الدواء ده ما حطوش يا دكتور. ايش بيصير يعني مش ضروري؟ احنا هذا مخفف. انا ما بحبش الادويه والله يا دكتور. لا يا اختي هذا حبه يعني لمده يومين نديه ابره عشان ايش؟ لازم ياخذ الدواء. يا دكتور لازم ياخذ الدواء. كمان تديه اياه برضه مع هداك. طبعا اختي لازم نديله احنا ابره على البيت مسكن للالم. معلش يا ماما عشان نطيب يا حبيبي عشان نطيب. يلا 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 يلا.